تسلمت مصر حاملتي المروحيات جمال عبد الناصر وأنور السادات من طراز ميسترال عام 2016. وتعتبر الميسترال من أكثر السفن تطوراً في العالم، حيث تتميز بقدرات هجومية برمائية وكذلك بقدرتها على حمل طائرات هليكوبتر. فإذا تحدثنا في البداية عن أبعاد حاملة الطائرات التي تم تصميمها بالأساس لدعم المهام البحرية الخاصة بعمليات حفظ السلام وعمليات الإسقاط أو الإنزال البحري، فيبلغ طولها نحو 199 متراً. أما إذا تحدثنا عن عرض الميسترال التي تعرف باسم السكين السويسري، فيصل عرضها إلى 32 متراً. أما سرعتها فتصل في أقصاها إلى 18.5 العقدة في الساعة، أي ما يعادل 36 كيلومتر في الساعة تقريباً. يمكن لتلك الحاملة أن تحمل على متنها حمولة تصل إلى 21,000 طن، ما بين طائرات هليكوبتر ومركبات مدرعة وغيرها من المعدات. قدرات عدة لحاملة الطائرات ميسترال، حيث يعتبر من أبرز مميزاتها أن تحمل على متنها 16 طائرة مروحية تستطيع الهبوط على أسطحها. كذلك تستطيع ظهر حاملة الطائرات أن يتسع لـ40 عربة مدرعة مختلفة الطرازات، حيث يستخدم الجزء السفلي منها لتحميل المركبات والمجنزرات. ولحاملة الطائرات ميسترال أسطح عدة تصل إلى 12 سطحاً، من بينها 5 أسطح للطائرات والمركبات، بالإضافة إلى 6 نقاط للإقلاع والهبوط. ومن ضمن القدرات المميزة للميسترال أيضا احتوائها على 3 رادارات، أولها ملاحي وثانيها جوي وآخرها أرضي، وذلك لتسهيل عملية الهبوط على سطحها. حاملة طائرات من طراز ميسترال يمكنها أن تستوعب على متنها ما يقرب من 700 جندي، كما أنها مزودة أيضاً بوحدة طبية أشبه بالمشفى تبلغ مساحتها 750 متراً مربعاً، ويوجد بها 20 غرفة وغرفتان للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى غرفة للأشعة و69 سريراً، حيث يمكنها تنفيذ العديد من العمليات الإنسانية على نطاق واسع. أما فيما يتعلق بالتسليح، فنبدأ أولاً بالصواريخ. فللميسترال منظومة صاروخية دفاعية للدفاع الجوي، ما يؤهلها للاشتباك مع أي عناصر عدائية جوية من موقعها، كما تمتلك رشاشا من عيار 12.7 ملم، ما يمكنها من الاشتباك مع أي عناصر عدائية بحرية على المدى القريب. ويرجع الخبراء السبب الرئيسي لشراء مصر حاملتي الطائرات إلى ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط من تحديات أمنية، فالأخطار المختلفة بالمنطقة استوجبت امتلاك مصر القدرات اللازمة لحماية مواردها وأمنها القومي.